السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم محبي الطيور. النهاردة هنتكلم عن بعض الأغذية المفيدة جدا في الخصوبة واللي بتقوي مناعة الطائر. ومن بين هذه الأغذية عندنا طبعا الذرة، بنجيب الذرة الأخضر أو بنجيب الذرة اللي هو الحبوب اللي هي الجافة. الذرة الأخضر بتشتري كوز ذرة، بيكون لسه يعني الكوز الذرة بيكون لسه يعني أخضر، مش يكون جاف، ما يكونش نشف، إنما يكون لسه لين عشان البغبغان يعرف ياكل منه. طيب يعني الكوز ده هو احنا بنجيبه وبنحاول ان احنا نعلقه في القفص عشان الطائر ما يلوثوش بالفضلات بتاعته. فالافضل انت بتجيب الكوز الذره اللي بيكون الحبايه لينه، بيكون لسه اخضر زي ما احنا شايفين كده في الصوره، وبنعلقه بواسطه اي سلك او اي حبل بحيث انه هو ما يتلوش، وده بيكون مصدر حلو جدا للخصوبه وفي فيتامينات كتيره جدا. بعد كده ايضا ممكن نستخدم الفاصوليا او اللوبيا الجافه او الخضراء. الجافه دي بنعمل فيها ايه؟ الجافه دي بننقعها وبنحاول ان احنا نغليها ونطلع اللي هي الماده السامه اللي فيها. ايضا معانا بردك العدس، ممكن ان احنا بردك بننقعه ونغليه عشان يكون لين جدا زي ما احنا شايفين كده. بننقعه الاول وبعد كده بنحاول ان احنا نغليه على النار لما يغلي، وبعد كده بنسيبه في المايه الدافيه ديت لما يستوي، وبعد كده بنقدمه للطيور لما بيبرد. طبعا اوعى تحط اي نوع من انواع الملح، طبعا الملح ده ضار جدا للطيور. الاطعمه اللي بقول لك عليها دلوقتي، معانا الذره مفيد جدا للخصوبه. طبعا الذره مصدر للعديد من المعادن زي الحديد والنحاس والزنك، يعني هو مفيد جدا وبيعزز من صحه الجهاز الهضمي وكمان بيرفع خصوبه الطائر. فطبعا عندنا الذره، سواء ان انت هتجيب ذره لين او ان انت هتروح تشتري من عند العطار ذره جاف، هتجيبه بردك وهتحطه في الميه تنقعه وبعد كده هتسلقه. وطبعا سلق الذرة يجعله اكثر فائدة بسبب تحرير العناصر الغذائية الموجودة به. وطبعا اوضح الباحثون ان طهي الذرة يزيد النشاط المضاد للأكسدة الموجودة في حباته. يبقى عندنا الذرة وعندنا القمح. طبعا يا جماعة القمح المنقوع، القمح ده مفيد جدا جدا جدا، يعني كل اسبوع لا يقل عن مرة او مرتين تحط للطيور قمح، اللي هو الحب اللي احنا بنقول عليه قمح او بنقول عليه اللي هو اللي بينتج منه الدقيق زي ما احنا شايفين كده في الصوره. عشان في ناس كتير بتسال يعني ايه القمح. القمح اللي هو اللي بيقولوا عليه مثلا في مصر بيقولوا عليه الغله، بيقولوا عليه الغله. طيب القمح ده هو بيحتوي على الفيتامينات المهمه جدا، فيتامين اي وبي وسي ودي، مقوي للخصوبه، يزيد من مناعه الطائر، منشط للطيور، مفيد جدا في حاله القلش، في حاله تغيير الريش. لما يكون الطائر بيحصل عنده تغيير للريش يبقى انت لازم تحط له حبوب الغله اللي هي منقوعه، وطبعا ده مفيد جدا في صحه الجهاز الهضمي، وطبعا فاتح للشهيه، وطبعا مفيد جدا في حاله التاكيل اللي هو في حاله ان الام تكون بتاكل الفروخ، يبقى مفيد جدا لنمو الفروخ ومقوي جنسي، وانت بتقدمه مرتين في الاسبوع، مره او مرتين في الاسبوع، وممكن تزود مثلا، ممكن تعمل ثلاث مرات لما يكون في فروخ تحت الطيور، لانه هو طبعا بيحتوي على كميه بروتين عاليه جدا. طيب من الاشياء المهمه جدا اللي انت لازم تحطها لبغبغاء الدرة او اي بغبغان عامه الجزر. طبعا الجزر ده مفيد جدا، بيحتوي على الالياف الغذائيه، وحتى انت لو حطيته مثلا ثلاث مرات او اربع مرات او حطيته كل يوم حتى للطيور مفيش فيه منه اي ضرر خالص ولا يسبب الاسهال. لان احنا عارفين ان احنا لما بنحط الاكل اللين الاكل الطري بنحاول ان احنا ما نكترش فيه عشان ما يعملناش اسهال. الكلام ده بالذات مثلا للعصافير، يعني العصافير يعني الجهاز الهضمي بتاعها بيكون ضعيف، بينما البغبغانات مش مشكله خالص. فانت حط للبغبغان جزر عادي لو انت هتحط له كل يوم او هتحط له ثلاث مرات او اربع مرات، المهم ان انت تنوع، يعني انا عايزك تنوع للطيور، يعني كل يوم باستمرار نوع. وطبعا كل ما تنوع في الطعام كل ده هيعود بالفائده على صحه الطيور. طبعا الجزر طبعا بيحتوي على الكالسيوم وبيحتوي على الحديد وبيحتوي على فيتامين اي وبيحتوي على حاجات كتيره جدا، يعني هو مفيد جدا من اهم الفيتامينات اليوميه اللي انت لازم تحطها للطيور، وطبعا مفيد جدا في لصحه الريش. وطبعا عندنا الخيار، الخيار ايضا مفيد جدا للريش الطائر، بس انت ما تكترش من الخيار لان الخيار فيه نسبه ميه بتكون عاليه جدا جدا، فما تكترش في الخيار مثلا، ممكن ايه مرتين او ثلاثه بالكثير في الاسبوع. عندنا بعد كده ايضا من الاشياء المفيده والمهمه الفواكه، الفواكه والخضروات. يعني عندنا مثلا الفجل،
وعندنا الجرجير، وعندنا اللي مثلا نقول الكزبره، دي كلها حاجات مهمه جدا. وعندنا مثلا ايه طبعا الفواكه بقى بجميع اصنافها، يعني عندنا التفاح، وعندنا البلح، وعندنا البرتقال، دي كلها اشياء مهمه. بس انت حاول ان انت تنظف البذور من الفاكهه، يعني ما ينفعش انت تحط البذور بذر التفاح للطيور، طبعا ده غلط كبير جدا، لان دي ممكن تؤدي الى مشاكل كبيره قوي. الطعام اللي انا بستخدمه للطيور عشان ازود خصوبتها، طبعا بنوع في الطعام، بحط لب، اللب ده مهم جدا، وبحط برضك اللي هو بنحط البلكم، وبنحط الفلارس، وبنستخدم كمان العيش، العيش الجاف ده هو بنستخدمه. وكمان مهم جدا ان انت تحط العظام الحبار او المحاره، ديت مفيده جدا بالكالسيوم، لان نقص الكالسيوم للطائر هيدخلنا في مشاكل كبيره قوي. هتلاحظ ان الطائر البيض بتاعه قليل، يعني هو مثلا الذره مثلا بتبيض مثلا من بين 3 ل 5، ممكن تبيض بيضتين 2، فبيحصل يعني قله في عدد البيض. وكمان مش بس كده، ده ممكن من قله الكالسيوم الطائر يلتفت الى البيض وياكله، ودي طبعا تبقى مشكله كبيره. فاهتم جدا، اهتم بتنويع الطعام، كل انواع الطعام حطها، سواء يعني الحاجات اللي هي الاكل الطري او الاكل الجاف. وطبعا ما تنساش ان انت لما تحط الاكل الطري ده هوت لازم تنظف المسأة، لان لما بنحط اكل طري اللي بيحصل ان الطائر بياخد بعض من الاكل ده ويحطه في المسأة، فبيحصل تلوث والمية طبعا بتبدأ يحصل فيها عفن، خاصة لو انت سبت المية دي مدة طويلة. بعد ما يعني مثلا احنا لو حطينا قمح، القمح دوت اللي هو القمح الطري، بنلاحظ ان في بعض الطيور بتاخد الحبايات ديت وتحطها في المسأة، فبيحصل ان المية نفسها بتعفن، بعد فترة تلاقي المية عفنت. لازم تنضف المسأة كويس جدا. احنا بنلاحظ نشوف المسأة كده، لما احنا شفنا هنلاحظ المية والعقارة بتاعتها، ونلاحظ الفضلات اللي موجودة من الأكل الطري. وكمان بنلاحظ هنا في جوانب المسأة، بنلاحظ ان في يعني شايفين كده السمار اللي بيكون حوالين المسأة دوت، فطريات ومشاكل كبيرة قوي بتسبب لنا مشاكل كبيرة، ودي ممكن تؤدي بعد كده إلى موت الفروخ الصغيرة. يعني وانت يعني العصافير طلعت، وبعد ما طلعت بنلاحظ ان هي بعد فترة الأم بتأكل، بعد يومين ثلاثة نلاحظ ان الفرخ مات نتيجة البكتيريا اللي نقلتها الأم للفروخ، لأن الأم نفسها نتيجة التلوث أصيبت بالأمراض، والأمراض ديت بتنتقل من الأم إلى الفرخ الصغير اللي بيكون مناعته ضعيفة، فبيؤدي ذلك إلى موت الفرخ الصغير. فلازم النظافه، لازم ننظف المسأة كويس، خاصه بعد الاكل الطري. اغسل، ودي طريقه غسل المسأة بالفرشه، غسل المسأة بالفرشه كويس جدا عشان تنظفها. وده بيتم يعني كل يومين، حاول ان انت تنظف المسأة كل يومين، او يعني بالكتير قوي لما يكون 3 ايام، لكن خاصه اذا وضعت الاكل الطري لازم تنظف المسأة بعد الاكل الطري. ايا كان هذا الاكل، حطيت خيار، حطيت جزر، حطيت ايا كان، فانت خلي بالك، لان في بعض الطيور بيبقى عندها سلوك ان هي تاخد الاكل ده وتحطه في المسأة، والاكل ده والميه تحصل فيها عفن وتحصل فيها مشاكل كبيره جدا. طبعا عندنا الفطريات اللي بتتراكم في اسفل المسأة دي ممكن تسبب لنا فطريات وتسبب لنا مشاكل للطيور، ودي بتؤدي ومن الاسباب اللي بتؤدي الى موت الفروخ الصغيره، او الى مشاكل كبس البيض وموت الجنين داخل البيضه. لازم لما تيجي تقدم الاكل الطري، سواء ان انت هتحط مثلا بيض مثلا هتخلطه مع الجزر، او ان انت هتحط البيض دهوت بالسميط او البقسومات، بتحاول ان انت ما تسيبش البيض دوت مده طويله. البيض طبعا مهم جدا في حاله كمان لما تكون في فروخ، لازم ان انت تهتم جدا ان انت ما تسيبش الاكل الطري دوت مده طويله، والا لو سبت مده طويله هيؤدي ذلك الى ان الطيور تلوثه ويحصل فيه عفن، او ان الطيور نفسها او ان الطيور تنزل الفضلات عليه ويحصل بعد كده مشاكل كبيره. انت في غنى عنها، فاهم شيء ان انت في الاكل الطري حاول ان انت تجوع الطيور. واحد يقول الطيور ما بتاكلش الاكل الطري، اعمل ايه؟ لازم تجوع الطيور من 2 ل 4 ساعات، اشتري الاكل الجاف، اشتري الحبوب، وجوع الطيور كويس قوي، ما تخافش خالص. لما كل ما تجوعهم اكتر كل ما يكون احسن، هتلاقي الطيور بتقبل على الاكل اللي هو الطري ده هوت، ايا كان بقى نوعه، في تفاح، خضروات، بيض، غله، ايا كان هتلاقي الطيور بتقبل عليه تتعود على الاكل منه. دي اهم الاشياء اللي هي بتساعد في خصوبه وارتفاع خصوبه الطائر. فبنلاحظ ان البيض كله بيطلع مخصب، وبنلاحظ عدد بيض بيكون كتير جدا للانثى. خلي بالكم يا جماعه، ما فيش حد يقعد كل شويه يحط فيتامينات 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 ومضادات حيويه في الميه بدون ضروره. يعني كل ما تحط مضادات حيويه انت بتلوث، يعني الميه نفسها بقت متغيره،
الميه ريحتها مش حلوه، الطائر نفسه هيتوقف عن شرب الميه، بالتالي قله الشهيه هتحصل. يعني ما فيش ميه، الطائر عنده جفاف، مش عايز يشرب الميه لان الميه كلها ايه؟ ريحتها مش حلوه. تخيل كده كل شويه تحط مضاد حيوي، كل شويه تحط فيتامينات، فالميه نفسها مش كويسه، الميه مش كويسه. فانت ما تحطش الميه المضاد الحيوي دوت الا في وقت الضروره، ما تحطش الفيتامينات الا للضروره القصوى بس. انما مش كل بقى يوم كل يوم تحط فيتامينات، يعني الفيتامينات ديت في وقت محدود، وبتحاول انت تعطش الطائر شويه ساعتين او ثلاثه، وبعد كده بتحط الفيتامينات يشرب الطائر منها، بعد كده بتاخد المسقه وترمي الميه وتحط ميه تانية جديده عشان الطائر يشرب منها. دي اهم النصائح، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله.